نعم، نحن الآن في قصر الشعب في بكين. من المفترض أن تبدأ المراسم الرسمية لزيارة الدولة، وهي أرفع تمثيل واستقبال يتم هنا في الصين لولي عهد أبوظبي. سيكون البدء بدخوله وأيضا استعراض حرس الشرف، وسيستقبله الرئيس الصيني هنا في قصر الشعب. بدأت الفرقة العسكرية بدء مراسم الاستقبال. إذا كنا نتابع معكم في الصورة، سننقل لكم تفاصيل هذا الاستقبال الاستثنائي لولي عهد أبوظبي من هنا من بكين. طبعا كما أشرنا، الزيارة هي زيارة دولة، وتعتبر أعلى تمثيل واستقبال رسمي يتم هنا في جمهورية الصين الشعبية. سيكون هناك أيضا عرض عسكري خلال مراسم الاستقبال الرسمية، ثم سيتم عقد عدد من اتفاقيات الشراكة كما تم خلال الزيارة الأخيرة للشيخ محمد بن زايد عام 2015. تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات. الزيارة الأخيرة كانت عام 2015. العلاقة بين الإمارات والصين شهدت زخم في أكثر من اتجاه، والعلاقة تحولت ليس فقط إلى علاقة بين بلدين، بل تحولت إلى مسألة وعلاقة استراتيجية. إذن نحن في مراسم الاستقبال في قصر الشعب. سيكون الرئيس الصيني وكبار المسؤولين في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، ووفد رفيع يرافقه. الزيارة كما أشرنا ستكون كبرى ردا ربما على الحفاوة التي تمت الإماراتية للرئيس الصيني قبل عام تحديدا من الآن. التوقيت أيضا مشاهدين له دلالات كبيرة. هذه القمة الإماراتية الصينية في هذا التوقيت المثقل بالتحديات، تتوسطها حديث أيضا عن التحديات التي تمر في منطقة الشرق الأوسط. سيكون البعد السياسي أيضا حاضرا، رغم أن الجوهر الأساسي لهذه العلاقة هو الاقتصاد، ورغبة حقيقية لرفع مستوى التبادل التجاري إلى أكثر أو إلى 70 مليار بحلول عام 2020. سيحضر أيضا الحديث عن تحديات كأمن الملاحة الدولية، خاصة في ظل التهديدات التي تمت في منطقة الخليج، وأيضا أمن الخليج سيكون ضمن جدول أولويات المحادثات، ما يجعل هذه الزيارة ذات بعد دولي ولها رسائل ومساعي للتعاون بين الجانبين، ربما للتأثير في هذه القضايا بشكل أو بآخر. إذن الزيارة ستكون هي الرابعة للشيخ محمد بن زايد على نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الصين. الصين تحتفل هذه الأيام بمرور 70 عام على نهضتها الحديثة، بالتزامن أيضا مع 35 عام من بدء العلاقات الرسمية بين الجانبين. ننقل لكم عبر سكاي نيوز عربية ومنصاتها المتعددة مراسم الاستقبال الكبرى هنا في قصر الشعب في بكين. الرئيس الصيني إذن شي جين بينغ في مقدمة مستقبلي دخول الوفد الإماراتي رفيع المستوى الذي يرافق ولي عهد أبوظبي، وأيضا حضور لمسؤولين كبار من الجانب الصيني. سيصافح الرئيس الصيني وأيضا ولي عهد أبوظبي المسؤولين، ثم سيتم استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني للبلدين. حضور للوزراء من دولة الإمارات، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الداخلية أيضا كما نتابع معكم في الصورة الشيخ سيف بن زايد،
وزير الدولة معالي الدكتور سلطان الجابر، كما نتابع نورة الكعبي. إذن كما أشرنا، عدد كبير من المسؤولين يرافقون ولي عهد أبو ظبي في هذه سجل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. فيه الكثير من الاتفاقيات، أكثر من 13 قطاع يحظى بالتركيز، يبدأ بالاستثمار والصناعة في البنية الأساسية، الطاقة، الصناعات المبتكرة، مرورا بالصحة وأيضا والتعليم والسياحة والفضاء والطيران. سيتم كما أشرنا توقيع عدد من اتفاقيات في مجالات عدة خلال مسار هذه الزيارة المهمة لولي عهد أبو ظبي إلى هنا إلى بكين. وأيضا على هامش الاستقبال سيكون هناك مسار لتوقيع عدد من الاتفاقيات. اليوم الثاني أيضا سيحظى بزخم وزيارات مهمة لمؤسسات وقطاعات على رأسها التعليم. أيضا جاء الحديث مهما وموضوعيا عن الشراكة الحقيقية فيما يخص مبادرة الحزام والطريق، ترجمت بالعمل أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 70 مليار. وأيضا الصين ترى في دولة الإمارات بوابة رئيسية ليس فقط للشرق الأوسط، إنما تتوسط الخريطة العالمية، بوابة تمتلك موقع استراتيجي وبنية تحتية متفوقة، مرافق ريادية تعمل بفاعلية وكفاءة. أيضا جانب مهم تلتفت له الصين من خلال القوانين والمحفزات الاستثمارية. الآن يصل الموكب إلى ساحة قصر الشعب هنا في بكين، لحظات ويبدأ الاستقبال الرسمي لزيارة الدولة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. تصل الآن السيارة التي تقل ولي عهد أبو ظبي إلى مراسم الاحتفال أو الاستقبال الرسمية. ربما الآن إذن الشيخ محمد بن زايد يصل لبدء ملامح الاستقبال الرسمي. وفي مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد الرئيس الصيني شي جين بين، زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى جمهورية الصين ولقاء الرئيس الصيني تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية، حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة والعالم بمنطق الانفتاح المتوازن والالتزام بالأهداف التنموية. الآن يستقبل عدد من كبار المسؤولين في الصين ولي عهد أبو ظبي خلال بدء مراسم الاستقبال الرسمية لزيارة دولة لولي عهد أبو ظبي. الآن الفرقة العسكرية تستعد للمشاركة في هذا الاستقبال الكبير هنا في بكين. الإمارات أيضا تشكل محور مهم لمبادرة الحزام والطريق، وتبحث الصين عن شراكة حقيقية. أربع زيارات لولي عهد أبو ظبي خلال السنوات الماضية، آخرها عام 2015، ربما تدلل على حرص القيادة الإماراتية على رفع مستوى التعاون مع العملاق الصيني، وأيضا تنويع الشراكات بين الشرق والغرب. تابعنا زيارات متعددة لولي عهد أبو ظبي إلى الهند وأيضا كوريا الشمالية، واحدة من الدول التي تم رفع مستوى التعاون معها. الصين ربما من ضمن الدول التي تحرص الإمارات على رفع مستوى التعاون معها. قطاعات مهمة جدا في أكثر من مجال. يتجه الآن الرئيس الصيني شي جين بين وولي عهد أبو ظبي إلى المنصة وسط هذا الحشد والحضور الكبير في ساحة
الشعب في بكين، الساحة الرئيسية التي يتم فيها استقبال الرؤساء، وربما هنا كسر للبروتوكول وتقدير لزائر البلاد ولعهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أن يتم الاستقبال بهذا المستوى وعزف للسلام الوطني. المدفعية ترافق السلام الوطني المراقي ترحيباً بوليعهد أبوظبي هنا في هذا الاستقبال. لا تعزف السلام الوطني الصين. تستمر إذن مراسم الاستقبال الرسمية، استعراض بعد قليل لحرس الشرف. نترككم مع هذه الصور المباشرة من هنا من ساحة الشعب في بكين في مراسم الاستقبال الرسمية لهذه الزيارة، زيارة الدولة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين الشعبية. قائد حرس الشرف الآن استعراض لحرس الشرف من قبل ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني. تتزامن هذه الزيارة هذه الأيام تحتفل الصين بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة، وأيضا التوقيت يأتي في ظل 35 عاما من بدء العلاقات الرسمية بين الجانبين. وهذه الزيارة تأتي بعد عام من زيارة ومراسم استقبال كبرى تمت للرئيس الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة. ربما هذه الحفاوة تأتي رداً على الاستقبال الكبير الذي تم حينها، وربما أيضاً تقديراً لدولة الإمارات وعمق العلاقة التي ترغب الصين وأيضا الإمارات إلى توطيدها أكثر فأكثر. تشير الأرقام أيضا الاقتصاد حاضر. نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين. على المستوى الثقافي سيتوازى مع هذا أو هذه الزيارة أسبوع إماراتي صيني ثقافي، تشارك فيه الإمارات بعدد كبير من ممثلي الجانب الثقافي وأيضا المعرفي والفنون
عدد كبير من ممثلي هذه الجهات يشاركون ربما لمشاركة الصين جانب من الثقافة الإماراتية. وهنا تلاقي الشعوب رسالة ترسلها كلا الدولتين بضرورة العمل معا ربما لتحقيق نموذج فريد، نموذج يحمل قيم التسامح والسلام إلى العالم. تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 84، ومنذ ذلك الحين والعلاقات مستمرة. الآن يبدأ العرض العسكري. أول الزيارات الرسمية بدأها الرئيس الصيني آنذاك كانغ جان شكون إلى الإمارات في ديسمبر من عام 1989، ثم زيارة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عام 1990، وكانت أول زيارة لرئيس دولة خليجية إلى الصين. شراكات على المستوى الثقافي مع الإمارات، كثير من المراكز والشراكات، لعل واحد من أقدم الشراكات هو تأسيس مركز الإمارات لتدريس اللغة العربية والدراسات العربية والإسلامية. تزايد إذن مشاهدينا في الآونة الأخيرة تقارب العلاقات بين الإمارات التي تعد من القوى الصاعدة في النظام الدولي وأحد مراكز القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية في الشرق الأوسط والجنوب العالمي من جانب، وبين الصين طبعا التي باتت من أكبر الفاعلين الدوليين أكثرهم تأثيرا ونفوذا في مجالات عدة اقتصادية سياسية دبلوماسية. يستمر إذن العرض العسكري في هذا أو في مراسم الاستقبال الكبرى هنا في ساحة الشعب في الصين. الفرقة العسكرية إذن تشارك الآن الموسيقية في جانب من مراسم الاستقبال الكبرى لزيارة الدولة لولي عهد أبوظبي إلى هنا إلى بكين. تتزامن إذن الزيارة مع الذكرى 35 لإقامة العلاقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي إذن كما أشرنا قبل هذه الزيارة بثلاث زيارات عام 2009، 2012 و2015، وربما جسدت بشكل كبير حرص الإمارات على تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم وتنويع شراكاتها بين الغرب والشرق. ويحمل هذا التنوع بعد استراتيجي لدولة الإمارات ورغبة حقيقية من دول ذات تأثير كبير للتعاون مع الإمارات بما تحظى به من تأثير وحضور على المستوى السياسي وأيضا في المستويات الثقافية وأيضا الاقتصادية بشكل أكبر. السفارة الصينية في الإمارات في أبوظبي تم افتتاحها في أبريل عام 1985. أنشئت القنصلية العامة في دبي خلال شهر نوفمبر من عام 1988، فيما افتتحت سفارة الإمارات في بكين مقر لها في مارس عام 87. وربما بالسنوات العلاقة 35 سنة، ولكن شهدت السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً بين البلدين.
المتعددة مباشرة من هنا من بكين. كما أشرنا الاستقبال الرسمي بأن تحظى هذه الزيارة بأن تكون في مرتبة زيارة دولة لها أبعاد ورسائل كبيرة، تقدير كبير من جمهورية الصين الشعبية لزيارة ولي عهد أبوظبي إلى هنا. سيكون هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات، سننقل لكم مراسم التوقيع وتفاصيل هذه الاتفاقيات، مجالات عدة: التعليم، الصحة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد حاضر كجوهر أساسي وربما العصب الرئيسي في هذه العلاقة المتنامية، زخم كبير للعلاقات تمت خلال السنوات القليلة الماضية، رغبة حقيقية من البلدين. إذا نعود معكم عبر سكاي نيوز عربية في تغطية مباشرة لمسار أعمال هذه الزيارة، نعود إلى فاتحة، ما التغطية مستمرة عبر سكاي نيوز عربية من هنا من بكين.